الدراما، الدراما ممكن في بعض الأحيان زي ما قلنا إنها تعالج قضايا الحكومات تاخد وقت طويل قوي عشان تعالجها، وكمان ليها دور في سرد التاريخ. يمكن كتب التاريخ ما بتتقريش زي ما عمل درامي يقول لنا التاريخ بيعمل ازاي. شفت ازاي الدراما في 2023؟ في الحقيقة كان في أعمال كانت قوية جدا 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 وجمعت الأسرة المصرية، في بعضها كان مجرد الترند أو لأن دمها خفيف أو إن هي قريبة أو قدرت تلعب على عاطفة الشعب المصري، وفي أعمال درامية يمكن في رمضان كان أبرزها مثلا العمل بتاع منى زكي اللي سلط الضوء على قضية هامة جدا بتعاني منها الأم والميراث وفكر، وأعتقد بالضبط، والوصاية والميراث، ودي كانت من وجهة نظري من الأعمال الهادفة قوي قوي قوي. ودايما بحب فكرة الأعمال اللي تخلق قانون، اللي بتعمل ضغط مجتمعي عشان نحركها يعني. بالظبط. شفت برضو بعض الأعمال الدرامية بقى المستفزة لمشاعر الأسرة المصرية. الأسرة المصرية مش عايشة كلها في الكومباوندز ومشاكل الكومباوند، والأسرة المصرية برضو مش عايشة كلها جوا الحارة. في الأسرة المصرية الوسطية. الحقيقية هي الوسطية. يمكن أنا نفسي أشوف الأعمال الخفيفة اللي فيها دمها خفيف، فيها أسرة، زي مثلا سلسلة ونيس دي كانت حاجة جميلة وجمعت الأسرة المصرية لسنوات طويلة. يمكن ده اللي أنا كأم وكربة بيت وكامرأة عاملة بحس إن الأعمال دي هي الأقرب إلى قلبي.